إنه نتنياهو الآن في أضعف حالاته وأوضاعه، سواء إنه في هناك عمليا رفض للجبهة الداخلية باستمراره في قيادة الحكومة، ولذلك سيكون موقفه ضعيف ولن يدخل فيما يسمى بصراع الإيرادات بينه وبين الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة أيضا أو الإدارة الحالية هي تريد تهدئة ولا تريد تصعيد، لأنه مقبل على انتخابات. ولذلك وكما أنه كما تعلم الرئيس الأمريكي الذاهب إلى انتخابات 2024 الآن هو في أضعف حالاته أيضا، وقد يخسر هو أو قد يجر نتنياهو إلى خسران مستقبله السياسي، وهو ما لا يريد سواء الحزب الجمهوري أو الإدارة الحالية إلى هذا أن يحدث. لكن الإطار العام للاتفاق التي تمت الموافقة عليه بضمانة الولايات المتحدة ومصر وقطر، ووافقت عليه حكومة أو مجلس الحرب الإسرائيلي، ينص على أنه عليه بالالتزام بالبنود، خاصة بإيصال المساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة شمالا وجنوبا، وهو الآن يرفض أن تصل هذه المساعدات الإنسانية إلى منطقة الشمال بدعوى أنها هي منطقة التي تواجد فيها الإسرائيليون وهي منطقة عسكرية، ويعتقدون أن قيادات حماس تتواجد في تلك المنطقة. يعني المسألة هنا تصب في مصلحة الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية، وليس في مصلحة الحكومة الإسرائيلية، لأنه أنا أعتقد أنها هي الآن تعيش يعني أضعف وأسوأ حالاتها، وخاصة بعد أن قبلت باتفاق تبادل الرهائن، وهو الذي يضمن أو يضمن أنه أن تكون عمليا الأطراف التي وافقت عليه أن تحاول أن تدفع إسرائيل إلى مواصلة التزامها. وقد يكون هناك كما جرى تداوله التمديد لأيام أخرى في الهدنة، لأنه في البداية الاتفاق تضمن أنه قد يمكن أنه كل يوم يمدد أن يتم إطلاق سراح 10 رهائن في اليوم الواحد من جانب المقاومة الفلسطينية من الرهائن الموجودة لديها من المدنيين.